بلوينت كرن لا يا مانت مجالد مقدشة كوكا باتي كلن إسحق رئيسي يودتش باشا لحد يذاع وحنا كلن ككسو قيب جلي مسؤولين كترسن مامل كجبل كبنادر سراكيل كترسن أيضا كقلب كسيدة وجامياشة دقنك اللي بعنا ظهر فدرال يهر دولة جبلاد هوان لأن يرأي دوينا كلا إنتي كلن كأو سعودي أي واحد اللي يقول فجوري من ماذا باشا يا إن لحوجيو كل ماذا عين كان وكلا أه إيجوك تذاه وقهرينتي وحا كولان كفوري جنرال جافو تليه هوري اي نسا سيدو كلانا سوق بتيح الليبان ايو حلال كالي ورد الدولة الحمد دولة العاني دانتا ان دادك المسؤولين تنوا مرر بادن اي دادك وشيغ ايان ماشان دولة دي مجوكتو حدنا دانها قاركا لغا شغينا ايو دانها قاركا وقت بيدو وارد ماضي مد بيهن وارد باتي سنتا هاي انك وارد باتي سنة هاي حدانو بيشن هاي دولة دي انك وحانو كبالن هاي ماشي إلى هذا دوس مريم دولة دوحان وش هيجني وحن عن دبات قبنا روم واي دبات قبنا وحن ترسنا هنا وحن ترسنا هنا وحن قرب بجني ندك ولا هنا ما أنت دبات حسن ماذا حيونا وحن سوا رجني أن جو أضياء شدقنك وحجرتك حل دبانه يم بدنه بيشك مذا دوس مريم مركان وش هيجني وحيابها عن قبنا يرجع عن بلحد وحن ترسنا هنا حدنا وحن دهني ولكن هناك من يكون هناك من يكون هناك من شباب هناك من يكون 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 dadaal badan aan loo galay in la joojiyo waana lagu guuleystay in la joojiyo ee dagaaladaas loona diyaariyo dadka galmudug in dagaal aan ahayn midka khawaarijta aan dhig ku daadan ee luguna habsaamin beela ee dadka deegaankan uu ku qabiilkan karada uu ku abtirsado deegaankiisa laf dhabarka ah 20 sano ku dhawaad waa la kor dagan yahay dad cadaw kor degan inta meesha joogtana inteen wax garatana meel luuqan ku kala jirna inta ka badan waxa u maleena qof walba naga mid ah dalka gudiisa dibadda jooga nin walba wuxuu weydiyaa goorma deegaankii dadkan lagu matalay la aadi doona waxaan leeyahay waa guul noo soo hoyatay waxaana ilaahay ka baryayaa inay maanta aysan nooga hooseynin oo halkaas ay nooga socoto cid soo abaabushana waxaan leenahay جزاكم الله خيرا إلهي إذا كاب المريو رن هانتي ووح لغو فرحو وحين النقن دون تا وح ما أنت بالله وضي أن دمان دون هدي إلهي رادو أنا وحان هاي دولة كنول وحان هاي دد على هير رفسة هاي وحان هاي دد دولة أنفع وحان هاي دد حوى هاي جعل دولة الشخيصة جعل دقال وحكم الهين وبفي عنا ردهين مركز الغردة وايا بنا مركز وحان لي هاي هذا كور وحان مغلي وده هبر أبقال فتح مري لا أبقال وبشان وحى ويا وقوش الكوات سان كور هايو مرا أهان بد ماشان كوهار دون تو قوش الكوات تبغى تروق لك تبي دور من نمالة أنا هذا وشياس لقى مغني هاي هذا وعذاب لقى مغني هاي هذا وسير لقى مغني هاي هذا وحل لقى مغني هاي أنت لقى مغرون ودور دورنا مراد كان لنا هنا وقاري دورنا قوش سيد الله دكان واحد يهد بسيد الجنرال وكان واجي أنا واحد ويا آية هنا أنك تشنو واحد نجم مغني أنا رات سنو تكرر لو حوا كور إن لسه قالوا حتى أنا بعيش مرصد الله بهنيا because مرصد مرقو تشتو أو محتم صدو أيو كرلو بيد بكرا ما جا كرلا وأنا هاي وآبهن لكن بعيش مرصد سكتناسل على جربا وحقبض على جربا أنا جينا سكت شلو ما أنتوا عرفتين لبتك مكلي أنك هو وأنا هاي لبتك ما نجوجين لبتك تمسك القوة شركة أن ما أنت أستوى إيماني وشر أو نتشي أب أو لقيت شنا عيو بعيشة دنيه هذا واحد قصو كردي لعبد السنة ودولة نمضة هي السياسة دنيشة ومرأيسة الحمد لله ugu dambeyntii shirweynaha beesha karan leh waxaa laga soo saaray warmurtiyeedka kooban dhowr qodob
shirkan oo looga arinsanayay ayaha dhaqanka iyo mid siyaasadeed ee beesha waxa xoog lagu saaray sidee beesha isugu xirnaa lehed iskaga kaasha lehed danaheeda siyaasadeed iyo mideeda dhaqan shirka waxa ka soo baxay falanqayn dheer kadib iyo xog wareysi kadib qodobada soo socda shirku waxa uu mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha kuwaas oo ku bixiyay waqtigooda qaaliga ah sidii loogu horumarin lahaa aayaha beesha waxa uuna si gaar ah ugu mahadcelinayaa guddoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir mudane Ciise Maxamuud Guure oo gogosha dhigay beesha shirku wuxuu mahadcelinayaa shirku wuxuu u duceynayaa ugaaska beesha murusade ugaas Cabdullaahi ugaas Faarax ugaas Haashi oo waayahan ku xanuunsanayay in Allaah caafimaad taama siiyo sadax shirku wuxuu isku waafaqay in beeshu ay ka soo dhalaasho kaalinteedii hoggaamineed ay ku dhex lahayd ummada Soomaaliyeed si horeba loogu yaqaanay hadii aan ay ahaan lahayd mid dhaqan iyo mid siyaasadeedba afar shirku wuxuu taageeray buuxda iyo isgarabtaag mil iyo hooba ku taageeraya dagaalka lagula jiro argagixisada qawaarishta ugu dambeyn shirku waxa uu baaqayaa walaalaha Soomaaliyeed ee ku dagaalamay deegaanada galgaduud iyo galmudug ee dowladda galmudug in ay tabashadooda ku xaliyaan wada hadal lana joojiyo gacanka hadalka iyo dhiig dambe oo si qalada nooga daata waa mahadsantihiin waxaan u mahadcelinaynaa mar kale gogoshaan oo dhigay guddoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir mudane Ciise Maxamuud Guure محمد صوفي سنة شبالة تي في مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه وحواري يسوي هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة